وإلى الوطن، وخبر عن سعودية أنقذت زوجها وعائلتها من ذئب هجم على منزلهم بعد تسديد طعنات له بسكين المطبخ، وذلك في قرية غضيرة بجنوب محافظة مهد الذهب غرب المملكة. وذكرت صحيفة الوطن أن تفاصيل الحادثة بدأت بعدما خرج صاحب المنزل سعدي المطيري في 12 ليلا لتفقد منزله وأغنامه، ليتفاجأ بذئب أمام المنزل حيث انقض عليه المواطن مبادرا بالهجوم قبل أن يهاجمه الذئب. فخرجت بعدها الزوجة لتجد زوجها يصارع الذئب، حيث همت بجلب السكين وذبح الذئب بعد مساعدة زوجها بإحكام القبض عليه، حيث سددت المواطنة عدة طعنات للذئب وأردته قتلاً.